السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد أول درس بقى حل معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد. يعني يا شباب عايز مجموعة حل المعادلة. في يا باشمهندسين ثلاث طرق بيحسبوا المعادلة دي أو بيجيبوا لي مجموعة الحل، لإما بيانيا، لإما بالتحليل، لإما بالقانون العام. هناخد الأول بيانياً. بيانياً مجموعة الحل هي قيم س اللي قطعها المنحنى. يعني لو أنا رسمت منحنى، المنحنى ده قطع محور السينات في النقطة 1 و2، يبقى مجموعة الحل هنا 1 و2. بس عايز الناس تركز في حاجة مهمة جداً. إيه هي الحاجة دي؟ انت تعرف ان قيم س اللي انت جبتها دلوقتي اللي هي 1 و2 لهم اسماء تانية، اسمائهم جذري المعادلة. يعني كل عدد فيهم اسمه جذر المعادلة. ايه الفرق ما بين الجذر المعادلة ومجموعة الحل؟ مجموعة الحل بنكتبها في قوس مجموعة، انما جذري المعادلة بنكتب س بتساوي. يعني أنا لو كتبت س بتساوي 1، س بتساوي 2، دي كده اسمها جذري المعادلة. إنما لو كتبت المجموعة 1 و2، دي اسمها مجموعة الحل. يبقى جذري المعادلة ومجموعة الحل هما بيتكلموا على نفس القيمة اللي أنت جبتها. بالتالي يا شباب بيانيًا ليها 3 أشكال يا أستاذ. ممكن يكون قاطع مرتين، وممكن يكون قاطع مرة، وممكن ما يكونش لمس محور السينات خالص. طب في حالة انه يقطع مرتين، يبقى هنا للمعادلة دي حلين، اللي هو قيم س النقط اللي اتقطعت مع محور س. ممكن يكون لها حل وحيد، لما المنحنى يلمس محور السينات مرة واحدة. ممكن ما يكونش لها حلول، يبقى مجموع حلها فاي، ما يلمس محور السينات خالص، يكون بعيد عنه. هو في الامتحان لو طلب منك مجموعة الحل بيانيا بيديك السؤال وجنب منه فترة. أنصحك إنك تستخدم في تطبيق بينزل على التليفون اسمه جراف إديتور. التطبيق ده أنا عملت عليه فيديو زي ما أنت شايفه كده، هسيب لك رابط الفيديو ده في الوصف. تقدر تكتب المسألة وهو يديك شكل عام ليها، تعرف انت حلل صح ولا حلل غلط. يلا نروح للسبورة نشوف حل الأمثلة دي ازاي. أوجد مجموعة الحل في ح بيانيا. س تربيع ناقص 2 س ناقص 4 بتساوي 0، والفترة من سالب 2 ل 4. طبعا يا باشمهندسين الكلام ده عدى علينا في تالتة إعدادي، بس كانت دي دالة، فاحنا هنقول له نفرض أن دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 4. هنقوم واخدين الفترة يا باشمهندسين معوضين بيها من أول سالب 2 لحد الـ4. سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3، 4. ونطلع قيمة كل واحد. هبدل السين وحط سالب 2 أس 2 ناقص 2 في سالب 2 ناقص 4. طلعت 4 ناقص 4 راحت، اتبقى سالب 4 سالب في سالب بموجب. نعوض بالسالب 1، سالب 1 أس 2 بواحد زائد 2 ناقص 4 طلعت بسالب 1. نعوض بالصفر، صفر أس 2 بصفر ناقص صفر ناقص 4 طلعت بسالب 4. هنعوض بالواحد، 1 1 ناقص 2 في 1 ب2 ناقص 4 طلعت بتساوي سالب 5. نعوض بالاثنين، 4 ناقص 4 ناقص 4 طلعت بسالب 4. أعوض بالتلاتة، يبقى 3 في 3 ب9 ناقص 2 في 3 ب6
ناقص 4 طلعت بسالب 1. نعوض بال 4، 4 في 4 ب 16، ناقص 2 في 4 8، ناقص 4 طلع النتيجة بموجب 4. وكان المدرسين يا شباب بيقولوا لنا انت تيجي على نص القيم اللي انت طلعتها دي، القيم اللي فوق من هنا نفس اللي تحت من هنا، لو كان في تماثل يبقى انت ماشي صح، يبقى انت حلك مظبوط. مظبوط يا استاذ، خلاص هنروح نرسم شبكة بيانية عشان نرسم عليها الشكل. سالب 2 معاها 4، سالب 1 معاها سالب 1، صفر معاها سالب 4، واحد معاه سالب 5، 2 سالب 4، 3 سالب 1، 4 ب 4. هنوصل يا باشمهندسين الكلام ده، بقت هي دي مجموعة الحل، مجموعة الحل المكان اللي لمس فيه محور السينات. طبعا حضرتك انت راسم على ورقة رسم بياني، هتعد حضرتك الشرط اللي بتبقى على الرسمة. انت بصيت لقيت التلاتة عديت بعدها بشرطتين، يبقى تلاتة واتنين من عشرة دي احد الحلول. في حل كمان برضو سالب واحد هتلاقيه عديته باتنين من عشرة، يبقى سالب واحد واتنين من عشرة، يبقى دي كده مجموعة الحل. انما لو كان طالب جذري المعادلة كنا هنقول جذري المعادلة س بتساوي 3 و2 من عشرة، وس بتساوي سالب 1 و2 من عشرة. مش هنقول ملحوظة تانية يا شباب، في المجموعة مش شرط تكتب الصغير الأول أو الكبير التاني، عادي اكتب اللي أنت عاوز تكتبه. في باشمهندسين كانوا متعودين إن هما بيمسكوا الحاسبة ويقوموا حالين المسألة دي، يعملوا الجدول بكل سهولة، كلام مفيش فيه أي مشاكل. هو انت اللي مطالب من حضرتك شكل الرسمه مجموعه الحل، ما انتش مطالب بده. فلو قدرت تعمله على الحاسبه مفيش اي مشاكل. افكرك دي الحاسبه، كنا بنضغط على زرار مود، كنا بنجيب تيبل بتختلف فئات، فئات بيكون الاختيار رقم 3 والات باختيار رقم 4، وهنا الاله بتاعتنا دي باختيار رقم 7. فانت حضرتك بتدور على كلمة تيبل، ظهر لك حاجة اسمها f of x اللي هي f وما بين قوسين كده x، بتتقرأ f of x. عاوز تكتب x كنا بنتكل على زرار الفا اللي بالاحمر ده، وتقوم نازل على x اللي فوق القوس، تكتب قوس 2 عادي، وتكمل بقية سؤالك. ناقص 2 ألفا إكس ناقص 4، عيدها مرة واتنين وتلاتة لحد ما تتمكن. بعد كده يا أستاذ كنا بنضغط يساوي، كان بيجيلي حاجة اسمها ستارت. ستارت دي اللي هي بداية الفترة بتاعتي، بدايتي سالب 2، هنكتب سالب 2 بتساوي، جالي حاجة اسمها الإند النهاية، نهاية الفترة 4، غت يساوي، هيجيلك حاجة اسمها ستيب، عايزها خطوة خطوة ولا خطوتين في خطوة ولا زي ما تختار؟ لا أنا لازم تكون خطوة خطوة، بيساوي ظهر لي الجدول زي ما أنت شايفه كده. العمود الأول ده رقم السطر عشان ما تتوهش لما تنزل بالسهم، ده السطر الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا. اكس اللي هي قيمة س، اف اوف اكس اللي هي قيمة ص. نفس الطريقة قال لي اوجد مجموعة حل بيانية س تربيع زائد 3 بتساوي صفر، والفترة من سالب 3 ل 3. نقدر نشتغل بأي طريقة، لا إما بيدوي لا إما بالحاسبة.
نشتغل يدوي هنعوض يا استاذ. ده اللي س بتساوي س تربيع زائد 3، احنا فرضنا الكلام ده، هنجيب من اول السالب 3 لحد 3، 9 زائد 3 سالب 2 اس 2 بموجب 4 زائد 3 سالب 1 بواحد زائد 3 صفر بصفر زائد 3 1 1 زائد 3 2 4 زائد 3 3 9 زائد 3. طبعا يا باشمهندسين الناس اتأكدت من حلها ان النص فوق زي تحته، مظبوط. سالب 3 مع 12 هنوصل يا شباب بالترتيب مجموعة الحل هنا فوري، دي مجموعة الحل ليه؟ علشان بنمسي محور السينات أصلا. أوجد مجموعة الحل في حرف بيانية، هنا في مشكلة كبيرة جدا يا مستر. وفين حضرتك الفترة؟ ما ادانيش فترة. طب واحنا هنحلها له ازاي؟ فين يا باشمهندس قانون خدته السنة اللي فاتت؟ كان القانون ده بيديك إحداث الرأس اسمه سالب ب على 2 ألف ودالة سالب ب على 2 ألف. كان السنة اللي فاتت بيقول إن الألف الرقم اللي قدام س تربيع والب الرقم اللي قدام س والج الرقم المطلق اللي هو لوحده. فاحنا هنجيب احداث الرأس ده، يعني دي المنحنى، احنا هنجيب احداث الرأس ده وناخد اي قيم بعدها واي قيم قبلها ونعوض ونعمل لنفسنا جدول ونرسم مسألتنا. الناس اللي مش فاهمة هنعوض، هنجيب يا استاذ سالب ب اللي هو معامل س سالب 6 على 2 من معامل س تربيع، ده اللي كان بعد الاختصار سالب 3. هنعوض بالسالب 3 في السؤال، يبقى 9 ناقص 18 زائد 9 طلع بيساوي 0، يبقى احداث الرأس طلع سالب 3 و0. السالب 3 في السينات هناخد رقمين بعدها ورقمين قبلها، كده انا جبت قيم للسين. عاوزين قيم للصاد علشان نرسم، هنعوض بقى يا استاذ في اصل السؤال. لما عوضنا بسالب 1 بقى موجب 1 ناقص 6 زائد 9 اداني موجب 4، هنعوض بسالب 2 4 زائد 9 13 ناقص 12 اداني موجب 1، نعوض بسالب 3 اداني 0، هنعوض بالسالب 4 16 و 9 25 ناقص 24 1، ودي اكيد هتطلع 4. هنروح نرسم رسمه، طلعت يا استاذ سالب 1 معاها 4 سالب 2 معاها 1 سالب 3 معاها 0 سالب 4 معاها 1، ده تقريبا شكل الرسمه. قطعت هنا عند كام؟ عند السالب 3، يبقى جذر المعادلة س بتساوي سالب 3 أو مجموعة الحل المجموعة سالب 3. إزاي يا شباب نجيب مجموعة الحل الجبرية؟ قال باستخدام القانون العام. إيه القانون العام؟ س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 في ألف. خلي بالك إن الألف الرقم اللي كان قدام س تربيع والب الرقم اللي قدام س والج الرقم اللي لوحده، دوت في المعادلة
بس لازم تتأكد إن المعادلة تكون بتساوي صفر. يبقى الجيم الرقم اللي لوحده، الباء الرقم اللي قدام س، الألف الرقم اللي قدام س تربيع. نشوف مثال، أوجد مجموعة حل س تربيع زائد 3 س زائد 1 بتساوي صفر. لازم تتأكد إنها بتساوي صفر. هنطلع يا أستاذ الألف بكام؟ والباء بكام؟ والجيم بكام؟ الألف بيساوي 1 والباء بتساوي 3 والجيم بتساوي 1. اكتب القانون، س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 في أ في ج على 2 في أ، يبقى طلعت بتساوي سالب 3 موجب أو سالب جذر 9 ناقص 4 5 على 2. يبقى الجذر الأول س بتساوي سالب 3 موجب جذر 5 على 2، والجذر الثاني سالب 3 ناقص جذر 5 على 2. عايز حضرتك تشوف الرقم كان 10؟ اضغط على الآلة الحاسبة وطلع النتيجة. عايز تطلعها رقم 10؟ اكتب على الحاسبة وطلع النتيجة. طب أنا بكتب القانون العام ازاي على الحاسبة؟ بص يا باشمهندس، حضرتك بتجيب الحاسبة وتضغط على أزرار مود وتختار إكويشن اللي هي رقم 5، بيطلع لي أربع أنظمة، اختار من نظام منهم. أنا عاوز النظام رقم 3 اللي هو AX تربيع بلس BX بلس C إيكوال 0. أنا هاخد رقم 3 ده، أضغط على 3، كتب لي دخل لي الA بكام والB بكام والC بكام اللي هي أ وب وج. الألف بتاعتنا بواحد، نضغط واحد بيساوي، الباء بتلاتة، تلاتة بتساوي، الجيم بواحد، واحد بيساوي. طلع زي ما احنا شايفين سالب تلاتة موجب جذر خمسة على الاتنين، اضغط كمان مرة يساوي، سالب تلاتة ناقص جذر خمسة على الاتنين، لو ضغطنا على زرار اس دي هيديني الناتج لأرقام عشرية. أوجد مجموعة الحل في ح، لأن المسألة دي سهلة يا أستاذ، إحنا لو حللناها هتكون بسيطة. س في س، الواحد في واحد، سالب وموجب، لأنه فرق بين مربعين. ومنها س بسالب واحد، ومنها س بواحد، دول كده اسمهم جذري المعادلة. إمتى الناتج يكون بصفر؟ لو خدنا كل قوس سويناه بصفر، خدنا س زائد واحد سويناها بالصفر، يعني س بسالب واحد، يعني دي طلعت بسالب واحد، أو غير إشارة الرقم اللي جوه القوس وخلاص. وممكن يكون س ناقص واحد بيساوي صفر، يعني س بواحد، أو غير إشارة اللي جوه القوس وخلاص. تاني، س تربيع ناقص خمسة س زائد ستة بتساوي صفر. طبعا احنا بنقدر نحللها. س في س، الاثنين في ثلاثة، الأخير موجب، الاثنين بياخدوا إشارة المنتصف. إذا كان الأخير موجب، الاثنين أو القوسين بياخدوا إشارة المنتصف. لو كان سالب الكبير بياخدوا النص والتاني عكسه. كنت بشوف كام في كام يديني ستة. دي زائد يبقى هجمعهم وأجمعهم يقوم يديني خمسة. فأنا اخترت الاثنين في ثلاثة لأنه مش هينفع الواحد في ستة. ومنها س باتنين ومنها س بتلاتة. دول جذري المعادلة. لو كان عايز مجموعة الحل يكون اتنين وتلاتة. أوجد مجموعة حل المعادلة جبريا. هضرب السؤال ده في س تربيع، هضرب هنا في س تربيع، في س تربيع، في س تربيع. ليه؟ علشان ده كسر وانا عايز اوحد مقاماته. فضربت في س تربيع، يبقى هنا س تربيع زائد 2 س، لان اختصرنا واحده مع واحده. س تربيع راحت بقت بتساوي 5. لازم نساوي السؤال بالصفر. كم في كم يديني 5؟ ولو جمعناه او طرحناه يديني 2. هو الخمسه اصلا هي واحد في 5،
احنا لو طرحناها هتدينا 4، ولو جمعناها 6 مش نافعة. سواء كانت نافعة أو مش نافعة تقدر تروح للقانون العام، يعني أنت ما تتوهش نفسك. روح على القانون العام، سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 في ألف في ج على 2 في ألف. أربعة زائد 20 24 على الاتنين، يبقى سالب 2 موجب أو سالب 2 جذر 6 على الاتنين. طلع الناتج سالب 1 موجب أو سالب جذر 6. تقدر يا باشمهندس تجيبها لأقرب رقم عشري لو كان عاوز لأرقام عشرية، عاوز تسيبها سالب 1 موجب جذر 6 وسالب 1 ناقص جذر 6 زي ما مدرس الفصل هيقول. إذا كان س بتساوي 2 أحد جذري المعادلة، س تربيع ناقص 2 أ س زائد 2 في أ تربيع ناقص 6 بتساوي 0، أوجد قيمة أ، عاوزين أ، نجيبها إزاي؟ يعني إيه أحد جذري؟ يعني دي قيمة س اللي هنا، طب ما أنا بدل كل س وأحط قيمتها، 2 أس 2 بـ4 ناقص 2 في ألف في 2 ل 2 في 2 بـ4، لأن أنا ببدل السين وأحط 2، زائد 2 ألف تربيع ناقص 12، جم من إيه؟ ضربت الاتنين دي هنا وضربت الاتنين دي هنا، بقت 2 ألف تربيع ناقص 4 ألف ناقص 4 ناقص 12 8 بتساوي 0، كل يقبل القسمة على الاتنين. لما قسمت على الاثنين بقت أ تربيع ناقص 2 أ ناقص 4 بتساوي 0. نقدر نحللها؟ لا ما نقدرش. روح على القانون العام، س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 في أ في ج على 2 في أ. هنا الناس عندها مشكلة يا أستاذ، إذا كان المسألة دي أ، القانون العام بيقول لو كانت معادلة تربيعية فيها مجهول، فهو بيسمي اللي قدام المجهول أ، مجهول أس 2، المجهول أس 1 ده ب، الرقم اللي لوحده ج. هنطلع الناتج، يبقى س بتساوي 2 موجب أو سالب 16 و 24 اللي هي 2 جذر 5 على الاثنين، طلع بتساوي، هنسمي ده بقى يا شباب أ مش س، 1 موجب أو سالب جذر 5، دي قيمة أ، يعني الألف بواحد زائد جذر 5 والألف بواحد ناقص جذر 5. إذا كان 5 وسالب 3 هما جذري تربيع زائد أ س زائد ب، أو بين أ وب، يعني إيه جذرين؟ يعني دي يا أستاذ قيم س، شيل الس ونحط 5، 5 في 5 في 25، 5 في أ ب 5 أ زائد ب بتساوي 0. شيل ونحط سالب 3، تربيع ب 9 ناقص 3 أ زائد ب بتساوي 0. بتالتة إعدادي كنا خدنا طريقة الحذف أو التعويض، هنا الحذف أسهل. هنضرب ده في سالب 1، يعني سالب موجب سالب. 25 ناقص 9 16. زائد 8 أ بتساوي 0. جبنا الأ طلع بيساوي، هنعدي ال 16 بإشارة مخالفة، ونشيل ال 8 دي نقسم عليها، يبقى بيساوي سالب 2. عاوزين نجيب الب، 25 هنعوض هنا، 25 زائد سالب 10، 5 في السالب 2، زائد ب، يبقى الب طلعت بتساوي سالب 15. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.